بسم الله الرحمن الرحيم. الكافور يمتلك فوائد علاجية، ويقال أنه يكبت شهوة الرجال، لكنه بنفس الوقت سام وقاتل، هو موضوع اليوم. فالكل قد يعرف الكافور أو سمع عنه من خلال سمعته السيئة في كبت شهوة الرجال. والحقيقة أن الكافور سلاح ذو حدين، ولكي لا يساء استخدامه أوضح بعض فوائده وخطورة استخدامه. فالكافور مادة صلبة بيضاء اللون بلورية نحصل عليه من شجرة الكافور وليس من شجرة الكينا كما يعتقد البعض. فشجرة الكافور تختلف تماما عن شجرة الكينا أو ما تسمى الأيوكاليبتوس. فالكافور النقي كما قلت نحصل عليه من شجرة الكافور، كما نحصل من شجرة الكافور على ما يسمى زيت أو دهن الكافور، مع العلم بأن هناك كافور صناعي وهناك زيت كافور يتم استخلاصه من أشجار أو نباتات أخرى. والكافور الصناعي وزيت الكافور أيا كان مصدره لا تستخدم داخليا، أي عن طريق الفم. فزيت الكافور يحتوي على مركبات مسرطنة مثل السافيرول. أما الكافور النقي والذي يؤخذ من أشجار الكافور فيستخدم وبجرعات محددة لعلاج السعال والتهاب القصبات والربو، كذلك يستخدم في علاج الروماتيزم واضطراب نظم القلب ومشكلات القلب العصبية المنشأ، وفي علاج انخفاض ضغط الدم، ويستخدم في الطب الهندي في علاج الربو وفشل القلب وآلام العضلات. ولهذه الحالات يستخدم بطريقتين، إما باستنشاق بخار الكافور ولمدة لا تزيد عن 10 دقائق، فاستنشاقه لوقت أطول قد يؤدي إلى أعراض سمية. كذلك يستخدم داخليا عن طريق الفم وبجرعات من 1 إلى 4 جرام كحد أقصى، حيث تبدأ أعراض السمية ابتداء من الجرعة 6 جرام وأحيانا أقل من ذلك. أما الجرعة من 6 إلى 20 جرام فهي قاتلة للكبار، والجرعة القاتلة للأطفال من 1 إلى 2 جرام. أما مرهم أو زيت الكافور فيستخدم خارجيا فقط لغاية تسكين آلام الظهر والروماتيزم، وهو يعتبر آمنا بجرعات محددة، مع الحذر من استخدامه للجروح المفتوحة تجنبا للتسمم. وللعلم فإنه يمكن استخدام الكافور النقي أو الكافور الصناعي في الملابس كمطهر وطارد للحشرات، وقد يساء استخدامه من قبل البعض لغاية كبت شهوة الرجال، وقد ذكره ابن سينا والأنطاكي بهذه الصفة، لكنه قاتل عند الجرعات العالية كما قلت، وسوف أتحدث في حلقة خاصة حول هذه النقطة. أذكر أخيرا وأحذر من الاستخدام الداخلي للكافور إلا بإشراف طبي، وأحذر من استخدامه من قبل الحوامل سواء استنشاق أو عن طريق الفم، وكذلك للأطفال. دمتم بخير.